الثاني من ديسمبر محط الاستعراض ما تحقق من إنجازات للانتفاضة التي أعلنها الشهيد الزعيم. تجديد العهد على الالتزام بتنفيذ الوصايا العشر للشهيد الزعيم لتخليص اليمن من الحوثي. ميليشيا الحوثي الإرهابية تعاود استهداف مدينة مأرب بعدد من الصواريخ الفلسطينية. أهلا بكم إلى نشرة الثالثة والنصف من قناة اليمن اليوم. ذكرى أليمة وعظيمة في آن يعيشها اليمنيون، فقبل 4 سنوات روى الزعيم علي عبد الله صالح بدمه تراب الوطن، مؤكدا التمسك بالنظام الجمهوري وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، ودعا اليمنيين للانتفاض بوجه الميليشيا للحفاظ على مكتسبات الثورة ورفض الإملاءات التي تستهدف حياة اليمنيين خدمة لأجندات خارجية. ذكرى يعيش حزنها اليمنيون اليوم واقعا مريرا في مشارق الوطن ومغاربه، ولحظة تاريخية فارقة في حياة اليمنيين الذين يمضون على الدرب ويرفضون تكريس سلطة الإمامة بمسادها من فقر وجهل ومرض. يا جماهير شعبنا، انتفضوا لثورتكم وانتفضوا لوحدتكم للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية. يثبت الأبطال في الساحل الغربي أن 2 ديسمبر من كل عام موعد لاستعراض الإنجاز الذي تحقق نتيجة الانتفاضة الخالدة التي أسس لبذرتها الزعيم علي عبد الله صالح، وإلى جواره الأمين عارف عوض الزوكا. عهدا علينا السيد في نهج دربك يا زعيم وبرعا. عهدا علينا السيد في نهج دربك يا زعيم وبرعا. عهد وقسم بالمضي على درب الشهيدين الزعيم والأمين لخلاص اليمن من شرذمة ميليشيات الحوثي الإرهابية، هو بحق موسم رابع للوفاء تحتضنه تهامة الخير، وتجاوبت له المناطق المحررة في الساحل الغربي ومن كل محافظة يمنية التي أوفدت لها وفيا في صف الأبطال. مدينة 2 ديسمبر في مديرية المخا الساحلية استضافت هذه الفعالية لتثبت للجميع صدق ما تنحو إليه انتفاضة ديسمبر من بناء وصمود في وجه العواصف السياسية بتحرك تنموي حقيقي على الأرض. فالمشاريع ما لم تطبق على الواقع تعد خمسية على الورق، بل أن مدينة 2 ديسمبر صدق حقيقي على الأرض بالوفاء لمن ضحوا بدمائهم لأجل هدف سام هو استعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة والتأسيس لبذرة مقاومة شعبية حقيقية دعا إليها الزعيم علي عبد الله صالح وضحى بنفسه فداء لها للتخلص من شرذمة أذناب إيران في اليمن. يثبت الأبطال يوما بعد آخر أنهم تجاوزوا محنة ديسمبر التي أرادت ميليشيات طهران أن تخلق بها فراغا مؤتمريا وتفسح الجو لها لتكون الرأس الوحيد في عاصمة اليمنيين صنعاء. فتجاوز المحنة أدى للانطلاق إلى فضاءات متعددة سياسية بثبات المؤتمر الشعبي العام إلى جوار قواعده الجماهيرية العريضة التي تثبت وفاءها وتتوافد بالآلاف لتعلن عنه برغم تهديدات الميليشيات وإرخاصها لدماء المدنيين. كما أن منعطف ديسمبر الإجباري أسس إلى جوار السياسة تحركا عسكريا واسع بقوة عتيدة وثابتة وصادقة قلبت على مدى فترة قصيرة كافة موازين التحركات العسكرية وباتت قوة يعول عليها شعبيا لإدارة دفة معركة الخلاص الوطني برغم تآمر القريب وغدر البعيد والاتفاقات الجوفاء التي يصفع كل موقع عليها نفسه ويفقد بذلك شعبيته. وبرغم هذه المطبات ما تزال المقاومة الوطنية حراس الجمهورية هدفا وجد ليبقى، وحقيقة خلقت لها تحالفات على الأرض مع العمالقة والتهامية لتشكل بذلك مثلثا لا يعرف سوى التقدم إلى الأمام. 2 ديسمبر كانت مرحلة فارقة وما تزال حراكا شعبي وعسكريا ومقاومة ووجودا لا يمكن تجاوزه. فمن أراد البارحة التخلص من المؤتمر الشعبي العام باغتيال زعيمه وأمينه وجد ارتدادا عكسي، ومن يدقق في تفاصيل ما يحدث يجد أن الزعيم علي عبد الله صالح قد أسس بذرة لشجرة سامقة
لها أذرع وفروع تثمر بمرور الوقت القصير، ما يخدم العامة بانفتاح على الآخر وتقبل لكافة الآراء وتحرك عسكري حقيقي على الأرض، هدفه خوض معركة الخلاص الوطني. ومن كان يؤمن بالنصر فالنصر قريب. محمد الصاعر، اليمن اليوم. نظمت المقاومة الوطنية فعالية جماهيرية حاشدة أحياء للذكرى الرابعة لاستشهاد الزعيم الصالح ورفيقه الأمين ورفاقهما الأوفياء، حيث جدد المشاركون العهد على مواصلة النضال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية. بحضور الشيخ ناصر باجيل عضو مجلس النواب، العميد صادق دويد عضو القيادة المشتركة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والسلطة المحلية بمديريات الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز، والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أبناء الساحل الغربي وبعض المحافظات اليمنية في فعالية جماهيرية حاشدة نظمتها المقاومة الوطنية حراس الجمهورية إحياء للذكرى الرابعة لاستشهاد الزعيم القائد علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيقه رمز الوفاء والتضحية الأمين الشهيد البطل عارف عوض الزوكا. وفي الفعالية الجماهيرية التي أقيمت في مدينة الثاني من ديسمبر ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة عن الفخر بما يحققه أبطال القوات المشتركة في الساحل الغربي والجيش الوطني والقبائل بمحافظتي مأرب والجوف وفي كل جبهات الدفاع عن النظام والجمهورية من انتصارات بفضل الله وتضحياتهم الشجاعة، مؤكدين مواصلتهم ما خطها الزعيم والأمين حتى تحرير الوطن من أدوات إيران. جينا اليوم مشاركين في الذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر التي قادها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، وجينا نمثل أبناء قبائل الجوف بشكل عام ونتذكر هذه الانتفاضة التي لا زالت شعلتها لم تنطفئ لحد اليومنا هذا. نتكلم عن ذكرى الثاني من ديسمبر التي نعتبرها السكين التي قطعت أوصال هذا الجسد الخبيث، فأصبح جسدا هامدا. يجب علينا اليوم أن نتذكر هذه الذكرى التي استشهد فيها خيرة رجال اليمن الزعيم الشهيد رحمة الله عليه والأمين الزوكا. يجب علينا أيضا عندما نتذكر أنها المعركة أو الانتفاضة التي تعتبر انتفاضة لمعركة قادسية هذا العصر. والله جينا من أجل إحياء هذه الذكرى العظيمة، ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر من عام 2017 ميلادية، وأيضا ذكرى الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه عارف زوكا. جينا لهنا من أجل أن نثبت للعالم بأن نحن مستمرون على هذه الثورة والانتفاضة. كما ترون الآن هنا اليمن بعنفوانه، من هنا قلب الدولة النابض بالحرية والإباء من أمام الفتية الذين حرروا البلاد هم ورحموا العباد، فتية الزعيم الخالد الذي ربهم على أن يكونوا الفتية الذين يأمرون المجد فيستجيب، وعلى رأسهم طبعا قائدنا الهمام طارق محمد عبد الله صالح. يا دهر يا تاريخ سجل خياري في موكب الذكرى علينا الاختيار، إما مع بن دغر والنائب جباري ولا بجنب الشعب وعلنا القرار، إما مع بن دغر والنائب جباري ولا بجنب الشعب وعلنا القرار. من ديسمبر تاريخ فيها اعتباري، ثرنا وثار الشعب يوم الزعيم الحر نادى للضواري وشبت النيران والبركان ثار. أول ابن الحجوري يا رجال اثنين ديسمبر على درب الزعيم وعارف الزوكا تعاهدنا ليشعل انتفاضة وسط صنعاء في وجيه الشر، وأعلنها لكل الشعب كي تبقى كرامتنا، وثاروا كل أحرار اليمن في شهر ديسمبر بتوجيهات قائدنا الزعيم الرمز ملهمنا، وهب روحه وأرخصها عشان الشعب يتحرر، عشان يعود تاريخ اليمن وتعود قوتنا. باسمي نيابة عن جميع الأبطال في كل جبهة قائمة في الساحل، في سهل ولا بحر أو في الأدغال، مترس وخندق عالية والسافل، أبطال فعلا فعل لا بالأقوال،
ما بينهم راخي ولا متخاذل، بالشكر نتقدم وكل الإجلال منا لأبو عفاش. هكذا توافد الآلاف من أبناء الساحل الغربي لإحياء الذكرى الرابعة لثورة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم القائد علي عبد الله صالح والأمين العام الشهيد عارف عوض الزوكا، مؤكدين مواصلتهم درب النضال كما خطه الزعيم. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من مدينة الثاني من ديسمبر الساحل الغربي. وفي ولاية ميشيغان الأمريكية أحيت الجالية اليمنية الذكرى الرابعة لاستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا. أحيت الجالية اليمنية في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية الذكرى الرابعة لانتفاضة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين في مواجهة الكهنوت والإماميين الجدد الذين أدخلوا اليمن في نفق مظلم لا يزال المواطن يتجرع ويلاته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تكريما واعتزازا بما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الوطن. ضيوف هذا اليوم الحزين الكئيب الأسود. بألم وحزن عميقين تحدث المشاركون في كلماتهم المعبر عن مناقب الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف عوض الزوكا وتضحياتهم الجسيمة في سبيل الوطن وإعلان البراءة للشعب اليمني ودعوته للذود عن الوطن من الميليشيا التي عاثت في البلاد الفساد خدمة لأجندة إيران التوسعية في المنطقة غير آبهة بما يعانيه المواطن البسيط الذي يدفع ثمن طيشها وعبثيها بمقدرات البلد. ألم يعتصر قلوب اليمنيين في الداخل والخارج في هذه المناسبة التي مثلت ذكرى أليمة ومناسبة عظيمة في آن حينما صدح الزعيم صالح في وجه الميليشيا التي تسعى لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ودعا كافة اليمنيين للحفاظ على وطنهم وجمهوريتهم وحذر من دخول البلد في أوضاع لا يحمد عقباها. ولعل ما يعيشه الوطن والمواطن اليوم يؤكد صدقية ما تحدث عنه الزعيم صالح في أكثر من خطاب ومكاشفته الشعب حينما صمت الأحقاد آذان العقلاء ليصل الوضع باليمن إلى ما وصل إليه اليوم. أثبت ما وعد به في سنوات حكمه أن يفدي الوطن بروحه ودمه فصار مؤتمنا محافظا لما وعد به بعد أن آمنت السماء والأرض بأنه كان إشراقة هذا الزمان. صالح له حكايات على امتداد الأرض وبلون ترابها. صالح بعد أن ألقى وصيته وأعلن انتفاضته التي ستبقى أيقونة الثوار حتى استعادة الجمهورية رحل صالح فنكست من بعده كل أصوات السلام والأمان. أقسم بالله إنه ليت تمثيلا. فنكست من بعده كل أصوات السلام والأمان والحلم الذي كان يراود كل أبناء اليمن. المشاركون في الفعالية التي تخللتها مقتطفات من كلمات الزعيم الشهيد أكدوا المضي على درب الشهداء حتى استعادة الوطن من قبضة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وتنفيذ وصايا الزعيم العاشر والحفاظ على الجمهورية ومكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين من محاولات الإمامين الجدد الانقضاض عليها وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكريس سلطة الكهنوت من جديد. وأكد عدد من أبناء الجالية المضي على درب شهداء في مواجهة الميليشيا الحوثية وفكرها العنصري ومحاولاتها الرامية للانقضاض على النظام الجمهوري وإعادة تكريس سلطة الكهنوت من جديد، وهو ما يرفضه اليمنيون ويقفون صفا واحدا في مواجهته بحزم وعزم. في اليوم هذا المبارك والمأساوي بنفس الوقت الذي رحل عنا فيه الزعيم الخالد
والأمين العام رحمهم الله وطيب ثراهم. ونحن اليوم نشارك في عيد التأبين ودعوة لاستمرار الثورة الذي لم تولد من أجل أن تنتهي، بل وجدت لتستمر، وما دام الرجال فيها مرابطين في أماكنهم ستستمر حتى النصر بإذن الله. الرحمة للشهداء الأجلاء والخلود لهم. تضيع الكلمات في مثل هذا اليوم، لكن العزاء بأن الثورة مستمرة وانتفاضة 2 ديسمبر متواصلة لتحقيق الهدف في استعادة اليمن الجمهوري واستعادة دولة الجمهورية اليمنية. نحن اليوم في ولاية مشجن حضرنا فعاليات الذكرى الرابعة لاستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكة ورفاقهم في انتفاضة 2 من ديسمبر. ونحن اليوم مع جمع غفير في ولاية مشجن من أبناء الجالية اليمنية، وهذا فخر لنا اليوم إن احنا نواصل مسيرة الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه عارف عوض الزوكة. أتيت من ولاية نيويورك إلى هنا مسافة 12 ساعة بالسيارة لأجل إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله وأمينها العام عارف عوض الزوكة الله يرحمهم ورحمة الأبرار ويرحم جميع شهدائنا. الرابع من ديسمبر هي ذكرى استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه، وعلى هذا الأساس سوف نقوم بإحياء هذه الذكرى سنويا بإذن الله. الرئيس علي عبد الله صالح رحمة الله عليه هو الرئيس الوحيد الذي استطاع أن يحكم اليمن من صعدة إلى المهرة، ومن شرق اليمن في شواطئ البحر العربي إلى البحر الأحمر. تعود طبعا إلينا اليوم الذكرى المؤلمة لرحيل الزعيم والقائد الشهيد علي عبد الله صالح ورفيق دربه عارف الزوكة، ولكننا نجدد العهد والولاء بأننا على دربه سائرون وعلى نهجه ماضون. نعم هي ذكرى حزينة ومؤلمة، لكنها ستتجدد في قلوبنا كل عام. في الذكرى الرابعة لاستشهاد الزعيم صالح تأكيدات على لفظ الفكر الحوثي الدخيل وحتمية مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة واستمرار الانتفاضة بوجه الكهنوت لحماية الجمهورية ومكتسباتها. بمرور الأيام وتعقب السنين، أثبتت مجريات الأحداث على الساحة المحلية أن الشعب اليمني لم يعد أمامه خيار سوى الهبة الشعبية والانتفاضة المستمرة في وجه الميليشيا الحوثية دفاعا عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية، وفق الدعوة التي أطلقها الزعيم صالح في انتفاضة 2 من ديسمبر عام 2017 وأروى بدمه الطاهر في 4 من ديسمبر تراب الوطن دفاعا عن النظام الجمهوري ومكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين من الإماميين الجدد. ويعزز هذا العزم والتوجه استمرار رفض ميليشيا الحوثي للمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء النزاع واستمرار الهجوم على محافظة مأرب ومواصلة الحرب في بقية الجبهات، كما جاء على لسان زعيمها في أكثر من تصريح. تحل علينا الذكرى الرابعة للثاني من ديسمبر، الذكرى التي أعلنها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح انتفاضة، وتحركت هذه الانتفاضة في كل اليمن من أقصاه إلى أقصاه. الذكرى الرابعة لانتفاضة 2 من ديسمبر جاءت أكثر زخما من سابقاتها، وتجسد ذلك من خلال التفاعل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع الهاشتاجات الخاصة بالمناسبة، وأيضا تفاعل عدد من المواطنين والكتاب والسياسيين مع هذا الحدث باعتباره أحد الملاحم البطولية للجمهوريين ضد الإماميين الجدد، وكونه أعطى زخما إضافيا للصف الجمهوري والعروبي لليمن في مواجهة السلالة الحوثية والمد الإيراني الصفوي في المنطقة. في الذكرى الرابعة للثاني من ديسمبر، الذكرى الذي دعا إليها الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله
للخروج ضد الجماعات التي تريد القضاء على مخرجات الثورة اليمنية الستة وأهدافها والحفاظ على الوحدة. انتفاضة الثانية من ديسمبر تعتبر ثورة متجددة كل عام لاستعادة أركان الدولة التي أسقطت في نكبة 2011. مراقبون يؤكدون بأن انتفاضة الثاني من ديسمبر غيرت الخارطة السياسية والعسكرية في اليمن وقلبت الموازين على رأس الميليشيا الحوثية، بدليل القوة العسكرية الضاربة التي تشكلت في الساحل الغربي ترجمة لدعوة الزعيم صالح من خلال انخراط الآلاف من منتسبي المؤسسة العسكرية لألوية المقاومة حراس الجمهورية التي حققت ضمن تشكيل وفصائل القوات المشتركة بمختلف تكويناتها من ألوية العمالقة والتهامية والزرانيق الكثير من الانتصارات الناجزة بطول الشريط الساحلي من باب المندب حتى مدينة الحديدة، قبل أن يقف اتفاق السويد حائلا دون تطهير مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة في ديسمبر 2018. ورغم تجميد القوات المشتركة بمتاريس دفاعية طيلة 3 سنوات، إلا أنها أعادت وهج الانتصارات إلى الواجهة بعد عملية إعادة التموضع جنوبي الحديدة وغربي محافظة تعز، ولقنت الميليشيا دروسا قاسية في جبهات حيس والجراح وجبل رأس جنوبي الحديدة ومديرية مقبنة غربية تعز وكذا مفرق العدين في محافظة إب، بل وأصبحت على بعد نحو 10 كيلومترات من محافظة ذمار. حاليا تحل علينا الذكرى الرابعة للانتفاضة الثانية من ديسمبر مع تقدمات القوات المشتركة، يا ترى ما الذي تحمله هذه الذكرى من انتصارات للشعب اليمني وتحرر من دنس ميليشيات الحوثي الإرهابية؟ القيم والوصايا التي أطلقها الزعيم في انتفاضة الثاني من ديسمبر تظل وفق مراقبين رؤية متكاملة لكسب المعركة ضد ميليشيا الحوثي باعتباره مسارا إجباريا لإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم اليمني، ومن أجل أن يعود اليمن سعيدا ويتمتع بعلاقات أخوية وقائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل مع محيطه الإقليمي والدولي. استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينة مأرب بعدد من الصواريخ البلاستية، وذكر مراسلنا أن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة في حي المطار وسط المدينة ولم يتسبب بسقوط ضحايا. ومنذ مطلع العام الجاري كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية من استهداف مدينة مأرب المكتظة بسكان والنازحين مستخدمة الصواريخ البلاستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين. طالبت أكثر من 60 منظمة حقوقية دولية الأمم المتحدة والعالم بالتحرك العاجل بشأن اليمن لإنهاء معاناة اليمنيين ووضع حد للانتهاكات والممارسات التعسفية التي يتعرضون لها من قبل الجماعات المسلحة وعلى رأسها ميليشيات الحوثي. ما يتعرض له المدنيون من انتهاكات جسيمة في البلاد دفع أكثر من 60 منظمة حقوقية دولية لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب المندلعة منذ 7 سنوات في اليمن، والتي ارتكبت خلالها ميليشيا الحوثي أبشع الجرائم بحق اليمنيين. منظمتي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أكدت أن إفلات مرتكبي الجرائم الإنسانية من العقاب سيكون بمثابة ضوء أخضر لارتكاب الحوثيين المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي يتعرض لها المدنيون للعام 7 على التوالي. وفي أكتوبر الماضي فشل المجلس الأممي بتمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم محتملة باليمن، ولم تستطع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إيقاف الخروقات الحوثية التي يتعرض لها المواطنون في الساحل الغربي، خصوصا بعد إعادة التموضع للقوات المشتركة
المعركة والتي جعلت منها الميليشيا الحوثية فرصة للتنكيل بالمدنيين وتصفية الخصوم. تقارير محلية ودولية أكدت أن ميليشيا الحوثي أطلقت قذائف الهاون والصواريخ البالستية بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان في محافظة مأرب، وخلفت العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح من النازحين في المخيمات. أما الساحل الغربي فقد دفع فيه المدنيون فاتورة باهظة نتيجة الانتهاكات الحوثية التي لا تكاد تتوقف في مناطقهم ومزارعهم، خصوصا تلك التي ملأتها الميليشيا بالمتفجرات والألغام وحولتها إلى حقول موت تتربص بحياة الأبرياء. وبالعودة إلى مأرب، ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن عبد المجلي المتحدث باسم القوات الحكومية. مرحبا بك. يا أهلا وسهلا بك يا أختي الكريمة. بداية، ما عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا أختي العزيزة وشكرا للكرام في قناة اليمن اليوم. اليوم الميليشيات الحوثية الإرهابية تلقت الصفعات والضربات الموجعة في مختلف الجبهات التالية، وبالأخص في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، سواء جبهة حريب والجوبة ودنا وبداية الحفائات الكبيرة في الأرواح والمعدات، أيضا في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب سواء السلواح والمزيح، وكذلك أيضا الكسابة التي كسرت كل أنساق الميليشيات الإنقلاب الحوثية. قامت صباح اليوم في أطلاق متفرقة وأطلقت عدد من الصواريخ على الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة مأرب مستهدفة من السكان والنازحين في هذه مدينة التاريخ والحضارة. أصيبت هذه الميليشيات حقيقة بجنون وبهزائم متواصلة جعلها تستهدف المدنيين، وهذا هي الأعمال الجبانة والأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية الحوثية كلما تلقت الصفعات والضربات سواء في نعم هي لأول مرة تستهدف مأرب بهذا الكم من الصواريخ. هي لأول مرة تستهدف مأرب بهذا الكم الكبير من الصواريخ، على ماذا يدل ذلك؟ هي استهدفت في الماضي خلال الفترات الماضية مدينة مأرب وكذلك بالصواريخ البالستية وأيضا بالطائرة المسيرة عدد كبير من الصواريخ، لكن لأول مرة في من تاريخ هذه الميليشيات الإرهابية الحوثية تستهدف المدينة بعدد من الصواريخ، لكن إن شاء الله الجيش الوطني سيجعل هذه الأعمال الإرهابية تنتهي بالتقدمات الميدانية، وسيجعل هذه الدماء الأبرياء التي تسفك في مختلف المدن اليمنية لن تضيع هدرا ولن تضيع السدى. فالجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل قادرين على الرد على هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران. العزيزة اليوم المعنوية شعبنا اليمني عالية، قرات الانتصارات التي تحقق في محافظة مأرب ومحافظة شبوة أيضا هناك. نعم، لو تحدثنا عن ما هي مستجدات المواجهات في مأرب، وهذا سيدل دلالة. نعم، حدثنا عن المستجدات في مأرب وأيضا المستجدات في عسيلان. المستجدات الجديدة في مأرب، حاولت الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية يوم أمس بالقيام بعمل تسللات وهجمات في الجبهة الغربية لمدينة تعز لمدينة مأرب وخاصة في الاتجاه الغربي، سواء في جبهة صرواح والكسارة وأيضا كذلك المخدرة، ولكن كل هجماتها بنيت الفشل أمام الثبات الأسطوري للجيش الوطني. واستطاع الجيش الوطني أيضا أن يطلق قذائف المدفعية على عمق الميليشيات الإنقلابية الحوثية التي دمرت العديد من المعدات والآليات. أيضا الطائرة المقاتل كان له دور إسناد كبير في تكتيك الأبكار والآليات والتحصينات للميليشيات الإنقلابية الحوثية. كما ذكرت أيضا سلفا في الجبهات الجنوبية أيضا لمحافظة مأرب، سواء جبهات الحريب وخاصة أمريش وكذلك منطقة ملعام، منيت الميليشيات بالفشل الذريع والهزائم المتواصلة، ودمرت العديد من المعدات والآليات الميليشيات الإنقلاب الحوثية سواء بواسطة الطيران أو بواسطة كذلك المدفعية. جبهة ذنا هي الأخرى كانت أكثر اشتعالا ضد تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية. اليوم نجزم بالقول ونؤكد أن مأرب عصية على الميليشيات الإنقلابية الحوثية. أما في محافظة شبوة أيضا كان هناك تقدمات سواء في مديرية عسيلان وكذلك أيضا في بيحان، لكن الأكثر اشتعالا كان ضد الميليشيات الإنقلابية الحوثية هي في مديرية عسيلان جبهة الساق، والتي استطاع الجيش الوطني أن يواصل تنفيذ العمليات الهجومية المتتابعة،
وأن يسيطر أيضا على الطريق الجبجب، هذه الطريق الهام والاستراتيجي والتي تربط بين بيحان ومديرية حريب ومنية الميليشيات بمحاولة المتكررة لاستعادة عدد من المواقع، لكن كل محاولة باءت انفشل أمام الثبات الأسطوري للجيش الوطني والرجال قبائل محافظة شبوة. الساعة القادمة ستشهد أكثر انتصارا والتقدمات أيضا مستمرة في عدد من الجبهات أيضا في محافظة الحديدة. نعم عميد ركن عبدو مجليل المتحدث باسم القوات الحكومية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف. نشرة اليمن اليوم مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. استمرار تراجع الإصابة المعلنة بكورونا وتسجيل إصابة واحدة في حضرموت. في أزمة خطيرة قام بها عناصر من أنصار الله، أولا اقتحام دور العبادات وهو مسجد الصالح بدون أي وجه حق، ثم تليها اقتحام عدد من المنازل للقيادات السياسية للمؤتمر الشعبي العام وبعض الضباط من القوات المسلحة والحرس الخاص. تحرك الشارع اليمني وتحرك الشعب في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات وفي كل المديريات بانتفاضة ضد هذا العدوان السام. تحية لك أيها الشعب، تحية لك أيها الشعب، وداعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا تسجيل حالة وفاة وإصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، وقالت في حسابها على تويتر أن إصابة سجلت في حضرموت وحالة وفاة واحدة سجلت في عدن، بالإضافة إلى تسجيل حالتي شفاء في عدن أيضا، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 10021 حالة، منها 1953 حالة وفاة و6904 حالة تعافٍ. عالميا يقترب المصابون بالفيروس التاجي من حاجز 266 مليونا في وقت يثار فيه رعب دول العالم لتفشي متحورات أوميكرون الجديدة. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 تجاوز 265 مليونا و800 ألف شخص، فيما تجاوزت الوفيات 5 ملايين و266 ألف شخص، وتجاوز من تم شفائهم 239 مليونا و516 ألف شخص. في فرنسا أعلنت مصادر إعلامية تسجيل أكثر من 51 إصابة ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت وكالة الصحة العامة الفرنسية عن ارتفاع عدد الإصابات بمتحورة أوميكرون إلى 12 حالة، مشيرة إلى عزل المرضى في منازلهم وتنفيذ تدابير لتحديد الأشخاص المخالطين لهم. وفيما توفي قرابة 120 ألف شخص بفيروس كورونا في فرنسا منذ ظهور الجائحة، تم تطعيم نحو 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن سن 12 عاما في أعلى معدل تطعيم في الاتحاد الأوروبي. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا
لهيب الأسعار يحرق المواطنين في ظل تواصل الانهيار الكارثي للريال اليمني. يعيش المواطنون في محافظة أبين أوضاعا معيشية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة التردي الكارثي للعملة وانعدام المرتبات، فيما أغلق تجار محالهم التجارية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل جنوني، أغلق تجار الجملة والتجزئة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين محالهم التجارية أمام المواطنين وسط عدم قدرة الأهالي على مواكبة شراء أبسط الاحتياجات، في ظل توقف صرف المرتبات وتدني قيمتها أمام جنون الأسعار وانهيار العملة وانعدام الدخل لدى العمال بالأجر اليومي لتوقف الأعمال نتيجة لارتفاع الأسعار. اليوم نحن نعيش في أوضاع اقتصادية متردية للغاية، أغلب المحلات مغلقة، والأسباب ارتفاع أسعار العملة الوطنية نتيجة للمضاربة اللي تجري الآن في البلاد، ويكون نتائجها تجويع الفقراء والمساكين الذين لا يمتلكون مصادر دخل ويعيشون في الهامش. يعني نحن الآن نعيش حالة إفقار متعمدة يعني وكأنها مقصودة. يعني مواطنون عبروا عن استيائهم الشديد جراء التدهور المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وعدم اتخاذ الحكومة لتدابير ناجعة لإنقاذ الوضع، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. الدقيق ب50 و51، منين يجيب المواطن هذا التعبان يا أخي؟ والرواتب 60 للجندي وما تقيل بعد 4 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد سنة. والمتقاعدين يستلم 20,000 متقاعد، أي صلع بها؟ الانتكاسات المتلاحقة والانهيار التاريخي للعملة الوطنية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مما حرم الكثير من الأسر من توفير المتطلبات اليومية للبقاء على قيد الحياة. الدكاكين المغلقة في محافظة أبين، الشعب لم يتحرك. الكيس السكر وصل له 60,000، الكيس الدقيق وصل له 48,000. اقتصاديون عبروا أن الوضع الاقتصادي في البلاد بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الجهات المعنية لحماية العملة الوطنية ومعالجة مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية في البلاد وسعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية، وبما يمكنهم من توفير أبسط متطلبات العيش للبقاء على قيد الحياة، فضلا عن وضع حد للانهيار الجنوني لأسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية. وفي عدن أقرت جمعية المخابز والأفران المهنية في عدن رفع أسعار الروتي بنسبة 50% جراء انهيار العملة الوطنية، وأعلنت الجمعية رفع سعر القرص الروتي إلى 75 ريالا بدلا من السعر السابق المحدد ب50 ريالا، وأوضحت أن قرار الرفع جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الروتي وكذا ارتفاع الإيجارات وانهيار العملة المحلية وفقدانها قوتها الشرائية، فضلا عن وصول كثير من المخابز لحالة الإفلاس والإغلاق جراء ارتفاع الأسعار واستمرارهم بالبيع بالسعر السابق. وفي مدينة تعز أفاد سكان محليون أن بعض المخابز والأفران بدأت العمل بالتسعير الجديدة. وفي تعز نفذ العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة مسيرة ووقفة إنسانية أمام مبنى السلطة المحلية تضامنا مع الشاب سعيد محسن الذي تعرض للرش بمادة الأسيد ما نجم عنه فقدان عينه اليمنى وحروق متفرقة في جسده.
وفي الوقفة طالب ذوي الاحتياجات الخاصة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية سرعة القبض على الجاني الفار من وجه العدالة منذ أكثر من 40 يوما. بقلق بالغ وحزن شديد تابعت جمعية الطموح لرعاية وتأهيل الصم والبكم ما تعرض له الأصم الأبكم سعيد محسن علي سعيد الذكري 42 عام متزوج وأب لسبعة أطفال والذي كان يعمل في تقطيم الأرز والسكر وعتال بضائع في سوق التجار بتعز وأثناء مروره في شارع العواضي يوم 21 سبتمبر 2021 تعرض للرش بمادة الأسيد الحارقة على جميع جسده في عملية إرهابية لا يقوم بها إلا مجرم منزوع الإنسانية ولعلها الواقعة الجرمية الأبشع في تعز حيث أدت إلى حرق وتمزيق جلد المعاق الأصم بالكامل. يقف هؤلاء المعاقين من فئة الصم والبوكم ليعبروا عن غضبهم بما تعرض له الأصم والأبكم سعيد محسن في أحد شوارع المدينة من قبل أحد المجرمين. هذا المجرم صاحب سوابق لكن لم يتم ضبطه وكان حر وحتى اليوم حرا طليقا في المدينة. لم تقم الجهات الأمنية بواجباتها تجاه هذه الجريمة الشنيعة التي تستهدف حياة أصم وأبكم. تحولت حياته إلى من أصم وأبكم وأعمى. اليوم سعيد له عين واحدة هي نافذته إلى الحياة ويتوجب من الجميع في محافظة تعز للتنديد بهذه الجريمة لكي لا تتجذر الجريمة في أوساط هذا المجتمع ولكي لا تصبح هذه المدينة واكر للمجرمين. وهذه رسالة اليوم من قبل الصوم والبكم. صحيح اليوم الوقفة الاحتجاجية صامتة لكنها ستكون أبلغ بكثير من الوقفات الاحتجاجية السابقة لأنها إنسانية بحتة. خبراء اقتصاديون يطالبون شركات الصرافة بإيقاف العمليات والصفقات المشبوهة والمضاربة بالعملة بدلا عن الإضراب وموجة احتجاجات في تعز والمقلة تنديدا بانهيار العملة والوضع المعيشي. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في الملف الاقتصادي. جولتنا الاقتصادية تتركز على الشأن المحلي حيث كشف خبراء اقتصاديون أن تنفيذ الإضراب الذي أعلنته جمعية الصرافين في عدن لشركات الصرافة لن ينقذ العملة الوطنية من الانهيار الكارثي. وأكد الخبراء أن الصرافين جزءا من المشكلة القائمة في انهيار العملة ويمارسون أعمالا مخالفة للقانون مطالبينهم بإيقاف العملية والصفقات المشبوهة والبيع والشراء المكشوف التي تنفذ وتتغير كل ساعة عبر تطبيقات ومجموعات الواتساب التي تنشط إلى بعد منتصف الليل بدلا عن إعلان الإضراب. يأتي هذا في وقت يشهد فيه الريال اليمني تدهورا متواصلا ليقترب سعر الصرف من سقف 1700 ريال مقابل الدولار الواحد. شهدت مدينة تعز تظاهرة شعبية احتجاجا على تردي الخدمات وانهيار العملة الوطنية وغلاء الأسعار، وطلب المحتجون الحكومة والمجتمع الدولي التحرك سريعا لوضع حد للانهيار الاقتصادي الذي سيخلف أكبر مجاعة وارتفاع سعر الخبز بشكل جنوني. وأغلقت أسواق الجملة والمواد الغذائية في تعز تلبية لدعوات المشاركة في الاحتجاجات والإضراب الذي دعا إليه تكتل التجار. شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت تظاهرة شعبية احتجاجا على تدهور العملة الوطنية وتردي الخدمات، وطالب المحتجون بسرعة ضبط سعر العملة وتدخل إنقاذ الشعب من مجاعة تعصف بهم. وأقدم المحتجون بإغلاق عدد من الشوارع وإحراق إدارات السيارات التالفة تعبيرا عن غضب الشعبي جرى ما آلت إليه الأوضاع المعيشية الصعبة. أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعة أبيان الإضراب الشامل ابتداء من الأحد احتجاجا على تردي الخدمات وانهيار العملة الوطنية. وكانت نقابتا جامعتي عدن وتعز أعلنت الإضراب الشامل كخيار للتعبير عن الغضب لما آلت إليه الأوضاع المعيشية المأساوية الصعبة لهيئات التدريس والطلاب. وطالبت النقابات بإعادة رواتب أعضاء هيئة التدريس إلى قيمتها أمام العملة الصعبة قبل عام 2015 بزيادة 50% على المرتب الأساسي وتوفير مواصلات لنقل الطلاب والموظفين وكل منتسبي الجامعة مجانا.
وأخيرا، أصدرت نقابة مستوردي وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية بيانا بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وطالبت النقابة أطراف الصراع والمجتمع الدولي بسرعة وضع المعالجات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار التام، وعدم اتخاذ الملف الاقتصادي ورقة من أوراق الحرب على الوطن والمواطن. وأكد البيان أن المواطنين لم يعد يحتمل الظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن انهيار العملة وارتفاع أسعار الغذاء والدواء. ورياضيا، حقق الملاكم اليمني الأمريكي خالد التويتي فوزه التاسع على منافسه من الدومينيكان هنري ستيفن في منافسات وزن الريشية بجمهورية الدومينيكان، وقد فاز بالضربة القاضية في الجولة الأولى، وهذا يعتبر فوزه التاسع على التوالي بوزن الريشة دون أي خسائر تذكر. سائرا على خطى البطل العالمي نسيم حميد للحصول على الحزام لنيل اللقب العالمي. وقد احتفل أبناء الجالية اليمنية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الفوز. ختام النشرات، أذكرون بأهم العناوين. الثاني من ديسمبر محط الاستعراض ما تحقق من إنجازات للانتفاضة التي أعلنها الشهيد الزعيم. تجديد العهد على الالتزام بتنفيذ الوصايا العشر للشهيد الزعيم لتخليص اليمن من الحوثي. ميليشيا الحوثي الإرهابية تعاود استهداف مدينة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية. في موجز 5:30، ألقاكم في أمان الله.